كان حال مخيمنا في فصل الشتاء حال سيء جدا، سبب أرضيات المخيم إعاقات للكبار السن، لا يستطيعون يعني المشي بأرضية المخيم، والأطفال ما يعني بيحسنوا يلعبوا في الأرضيات بسبب الوحل والطين. وحاليا الله يجزاكم الخير، بعد ما جتنا منظمة بناء وبحصت المخيم صار وضع المخيم حاله جيد، الله يجزاكم الخير. نزحنا بالشتاء جينا لهون، كان الوضع صعب كتير، أرض حمراء وتراب، وأيام المطر نتعذب كتير، بأيام المطر نتعذب مطر وطين، موتور ما يحسن يفوت، الأولاد تعذب كتير، نحن نتعذب، المي تفوت علينا على الخيم، ما نحسن لا نبرك لا نحسن ننام من سبب المطر والهواء والعواصف. والحمد لله رب العالمين، هلا الوضع صار أحسن الحمد لله رب العالمين، وتبحصت الأرض. جينا على مكان المخيم هذا وكان الطيل تقريبا شبر، نعفس للركبة بالوحل هنا. قبل نصبنا الخيم وحطيناه على الطين وعلى المي وعدنا وباركنا، بقينا شي 3-4 أشهر لحتى الله بعث لنا المنظمة اجت وطلعت على وضعنا الحالي التعبان، قالوا يا اخي هذا لازم يتبحص. قلنا لهم الله يكثر خيركم، اذا فيكم عمل خير لله تعالى سووا لنا اياه. وبداوا بالتبحيص وعمرونا الارضيه، صبوا لنا اياهن وبداوا بحصوا لنا الارضيه. بعد التبحيص لكن الحمد لله يعني راح الطين راح الشيء وصفت امور يعني من احلى ما يكون، والله يكثر خير المنظمه اللي عملت لنا التبحيص هذا وريحتنا تمام.